تعالوا نفتح أبوابا، تعالوا نساعد العائلات، تعالوا نساعد حتى بعض الذين يحتاجون إلى علاج، نكثر من عمل الخير في هذه الأيام. الخير يتسع للجميع، القضية مش قضية مؤسسات دولة فقط، لا القضية كمان قضية تكافل مجتمعي، نساند بعضنا البعض ونشوف إزاي ممكن نعالج هذه المشاكل بسرعة. يعني تجاوبا مع مبادرة البرنامج اتصل بي الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب والبرلمان الشهير، وقال ان كتلة دعم مصر عايزة تتفاعل مع هذه المبادرة الإنسانية والخيرية، وهو معانا دكتور صلاح حسب الله. دكتور صلاح اهلا بيك. اهلا بك يا استاذ وائل، تحياتي ليك ولمشاهدينك الافاضل وللمبادره العظيمه اللي انت عاملها. الله يخليك يا دكتور صلاح، الف شكر، بشكرك والله، وشكرا على تجاوبك وعلى سرعه مبادرتكم وتعاونكم معنا في هذه المبادره. لا انا عايز اقول لك ان انت يعني بتدشن حاله جديده، وبالفعل يمكن الحكومه لوحدها لم تستطيع ان تحل مشاكل فئه كبيره من الشعب المصري غير القادرين، وبالتالي احنا محتاجين اكتر من منصه تتعاون، والمجتمع المدني والبرامج المحترمه اللي زي حضرتك تتعاون مع الدوله المصريه للوصول الى فئه غير القادرين ومساعدتهم بحل مشاكلهم، اللي ممكن احيانا بتلاقي بيت بيتهد على بسبب 10,000 جنيه يعني. وده الحقيقه اللي حصل، شفنا حتى مستقبل عائلات بيتوقف على مبالغ بسيطه، وحتى لو كانت كبيره يمكن للتكافل المجتمعي أن يحلها، ونعيد الابتسامة للعائلات ونفتح الأبواب للجميع إن شاء الله. صحيح، اسمح لي عشان كده يمكن كان لسه مهندس محمد سويد رئيس ائتلاف دعم مصر بيكلمني، وهو يعني بيدي لك وبيقول لك إعجابه الشديد بهذه المبادرة الاجتماعية العظيمة، ويعني يمكن أبلغني إن أنا يعني أوصل لك على طول بإئتلاف تضامنك مع وأنا بشكره الحقيقة على حماسه الشديد لينا على هذه المبادره. اتفضل يا دكتور. فهو ابلغني يعني ان انا ابلغك ان ائتلاف دعم مصر بيتعاون مع هذه المبادره وبتوفير دعم مالي او تبرع مالي قدره 100,000 جنيه مبدئيا مساهمه من الائتلاف في هذه المبادره المحترمه، وباذن الله يبقى اكثر تفاعلا خلال الفتره دي اللي جايه مع مثل هذه المبادرات. ولو استمر الحال بهذا الشكل طبعا يعني استمرت المبادره، انا بقول لك احنا داعمين رئيسيين لهذه المبادره الاجتماعيه. ان شاء الله نتكاتف جميعا يعني في عمل الخير، نتكاتف كلنا اعلام ومجلس نواب ومؤسسات دوله ومواطنين، نتكاتف جميعا من اجل حل مشاكل المواطنين ان شاء الله. باذن الله يا استاذ وائل باذن الله. وبشكرك يا دكتور صلاح، وشكري ايضا لكتله دعم مصر، بشكرك الف شكر على التجاوب في عمل الخير، يعني يتسع للجميع، وبالتالي هنا يمكن لكل المؤسسات، للأشخاص، للمواطنين بشكل فردي، يعني ان احنا جميعا نشوف كيف يمكن ان نحل هذه المشاكل. القضية مش قضية مؤسسات فقط، لكن كمان بالتكافل المجتمعي، يعني حتى بعض المواطنين ممكن يحلوا مشكلة مواطن متأزم في علاج صحي أو في أزمة معيشية أو حتى داخل السجن بسبب تعثره، وإحنا زي ما قلت لكم بنتفاعل بشفافية تامة، هنحل المشاكل معاكم خلال ساعات قليلة، وشفنا نماذج لبعض المتبرعين على الفور. وان شاء الله عشان احنا يعني هنتجاوب مع الدكتور صلاح في ده، احنا شعارنا دايما لا نفتح حسابا ولا نجمع اموالا، هنشوف ال 100,000 اللي خصصها ائتلاف دعم مصر، هنشوف الحالات اللي هي تستحق بشكل عاجل سواء العلاج او المساعده في حل المشاكل للكورونا.